النهارده واحنا بنحضر للحلقه، حلقه السبت بعد الاحداث الداميه امس واول امس، كنت اتحدث في التليفون مع ضيفي الليله، ودار بينا حوار ملخصه وهو هنتكلم معاه في الموضوع، لانه قلت له هي دي فكره حلقتنا النهارده. كنا بنقول ايه؟ بنقول لبعض وبنعبر عن امل والم الشعب المصري. عايزين نفهم، عايزين نعرف مين هؤلاء القتلة. مش عايزين نفضل نضرب أخماس في أسداس، مش عايزين نفضل نخمن من هي الأيدي الخفية الداخلية والخارجية والجوانية والبرانية واللهو الخفي. بالعربي زهقنا وطهقنا، وزي ما كنتوش سمعتوا زهقنا وطهقنا. محدش يقول لنا عناصر خارجية وطرف ثالث وعناصر مدسوسة وقلة مندسة، وبعدين ما يقولناش هم مين. احنا موافقين ان في مندس ومندس، بس هم مين؟ هاتوهم لان مش صعب عليكم. مين هم القتلة دول؟ جيش، شرطة، ثوار، فلول، ثورة مضادة، بلطجية، مش مهم. المهم قولولنا هم مين بالأسماء والصور. عايزين نشوف متهم واحد. مش معقول مش عارفين مين اللي قتل المتظاهرين 28 يناير وفي موقعة الجمل، ومحتاسين مين اللي أطلق الأوامر، ومحاكم ورايحين وجايين وقفص وسرير وكأنها معضلة عويصة، وكأنما لم يكن هناك مسؤولون في الدولة ووزير داخلية ورئيس جمهورية، كانوا بس فالحين يستمتعوا بنهب ثروات البلد ويعوموا في أنهار المال الحرام. وسعد الجد برضو بيستمتعوا بالقوانين المدنية والمحاكم المدنية وحقوق الإنسان، ولا كأن جريمتهم في إفساد الوطن لوحدها وقتل المتظاهرين تستحق محاكمة عسكرية. اللي يخنقك بقى إن شباب وثوار ونشطاء الثورة في المحاكم العسكرية عشان أسباب برضو مش واضحة ولا موثقة ولا مفهومة وملهاش أصل منفصل، ومحدش يقول لنا بقى إيه تمويل. تمويل مين؟ طيب اكشفوا لنا مين هم اللي بيمولوا ومين هم اللي بيتمولوا بالصور والأسماء. مش كل شوية أخبار نسمع وتقولوا لنا هناك وسنكشف. إحنا عايزينكم تكشفوا بقى، لأننا إيه زهقنا وطهقنا. ومش معقول لحد دلوقتي مش عارفين نفر واحد يوحد ربنا متهم في ماسبيرو وثبتت عليه الجريمه، ما عدا على عبد الفتاح، هو الوحيد اللي عرفوا انه هو مذنب. مين الناس اللي كانت بتضرب من فوق الكوبري في ماسبيرو؟ الطرف الثالث، اللهو الخفي. فيه بس هما مين؟ قولوا لنا عليهم بالاسماء والصور. مش عارفين تجيبوهم وانتوا عندكم ناس في الأمن الوطني، أقصد أمن الدولة سابقا، كانوا عارفين يجيبوا الدبان الأزرق. مين دول اللي بيضربوا الناس من فوق؟ من فوق، من فوق الكوبري، من فوق أسطح عمارات التحرير، من فوق الجامعة الأمريكية، من فوق وزارة الداخلية، من فوق مجلس الشعب. وإن اختلفت أنواع السلاح وأنواع القناصة، قناصة آلي وقناصة مطاطي وقنابل غاز مسيل للدموع وقناصة طوب وقناصة سيراميك وأخيرا قناصة دواليب. طيب المرة دي في موقعة الدواليب دول كانوا ما يزيدوش عن 20 واحد. ضيفي قال لي الكلام ده النهاردة بالتليفون، قال لي 20 واحد واقفين قدام الكاميرا بيزقلوا الناس بالطوب وبيرموا الناس من فوق، يعني صوت وصورة وكاميرات تلفزيونية من على فكرة التلفزيون المصري. ما تجيبوا لنا صورتهم وهم بيزقلوا الناس من فوق. في واحد كان بيزقل بأطباق، ده غير الدواليب، غير الدواليب، طقم أطباق صيني كان نازل يدش وكان سعيد جدا كأنه بيلعب يعني مسابقة يودي الطبق فين. دول برضو مش عارفين تجيبوهم. أهم وشهم، ده وشه مش مخفي عليكم، لازم تعرفوا ده مين. أهم يعني واضحين. هاتوهم لنا بقى بالصور والأسماء لو سمحتم عشان نعرف
مين المجرمين قتلت الشعب المصري ويتحاكموا علنا وياريت في ميدان التحرير. عشان بقى احنا زهقنا نقول عايزين شفافية، والنبي بلا شفافية بلا يحزنون. مش هنحذر ولا نفذر تاني، احنا عايزين نعرف، عايزين نفهم. 28 يناير موقعة الجمل، ماسبيرو، 19 نوفمبر محمد محمود، القصر العيني، دوختونا. نص شوارع مصر أصبحت شوارع مخضبة بدماء الشهداء، ومفيش شهر بيعدي إلا وبلاوي متلتلة نازلة ترف على دماغنا. أهو عندكم 20 واحد واقفين في البلكونة والشباك، أو بيرقص أهو، بيرقص أهو، أهو أهو بيرقص أهو، وهو بيزقل الناس بالطوب. دول كمان مش عارفين مين هما، ولا كان بيتهيأ لنا، بيخيل لنا من وحي خيال الشعب المصري جماعة. شوف بيناشن عن، بصوا السعادة اللي على وشه. أرجوكم، طبق من دول، طوبة من دول، فتحت دماغ مين، وخزقت عين مين، ورشقت في قلب مين. وصورة الشهيد الشيخ عماد الدين أحمد عفت أمين الفتوى الكتابية بدار الإفتاء، والدكتور الشاب علاء عبد الهادي الطالب بالسنة الخامسة بكلية الطب بجامعة عين شمس، والشاب الشاب أحمد محمد منصور الطالب بكلية التجارة 21 سنة، وغيرهم أدمت قلوب الملايين، ولكنها قطعا لن تعيدهم إلى ذويهم وإلى الشعب المصري. كلنا نعلم أن الله وحده عالم بحالهم. راحوا ضحايا وجريمتهم حب الوطن، شاءت لهم الأقدار الرحيل عن هذه الدنيا، ولكنهم باقون. ستزين أسماؤهم قائمة شهداء ثورة 25 يناير، وسيكتب يوما على النصب التذكاري لهم بأنهم ثوار الحق، رفضوا حياة الذل والمهانة بعد أن أطاحوا بنظام حكم الرئيس المخلوع وقضوا على رأسه وأجبروه على التنحي، ولكنهم لم يستطيعوا بعد القضاء على باقي النظام كما يرى البعض. قطعا ستتوالى الأحداث بسرعتها وكآبتها، ولكنها لن تنسينا شهداءنا، لأن التاريخ بيقول لابد من يوم معلوم تترد فيه المظالم، أبيض على كل مظلوم واسود على كل ظالم. ينال به الرغائب وحسن الخواتيم، ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله. ربنا ارفع مقتك وغضبك عنا، ربنا ارفع مقتك وغضبك عنا، ربنا ارفع مقتك وغضبك عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. رب زدنا علما، اللهم نسألك علما نافعا، وقلبا خاشعا، ولسانا ذاكرا، وعملا صالحا متقبلا، وجسدا على البلاء صابرا. اللهم ربنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. تب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اجعل خير عمرنا آخرة، وخير عملنا خواتمة، خير أيامنا يوم نلقاك فيه. اللهم نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. أسألك حب. وبعدين أنا عايز أعرف، هو برضو السؤال الغريب اللي كان بيدور النهاردة، هم ما بيقولوش ليه؟ أيوه يعني الناس ما بتقول، مسؤولين ما بتطلعش تقول ليه. أيوه. طب جات لنا حكومة إنقاذ، ايوه، ودكتور الجنزوري ووزير الداخلية جديد. دكتور الجنزوري اتكلم النهارده. وانا هقول لك بس مين ده، خالد يطلع، خالد تليمة، خالد تعالى اتفضل اتفضل، كابتن نادر السيد، مش معقول، اتفضلوا. السلام عليكم. ده البرنامج ده جميل قوي، الضيوف بتطب علينا.
خدتوا بالكم معايا؟ يعني لا والله ما والله لا انت قاعد. ازيك يا كابتن؟ ازيك؟ اقول لك ازيك يا كابتن؟ ازيك حضرتك؟ الله يخليك. تعالوا اتفضلوا جايين. انا سعيده جدا بالبرنامج ده. احنا جينا من غير استئذان. الضيوف بيطبوا علينا في البرنامج، دي حاجه جميله قوي، لان ده بيتكم يعني البرنامج بتاعكم. انتوا مش عندكم فرز؟ ما هو الفرز اهو، جايين نفرز هنا. جايين تفرزوا هنا. طبعا عارفين سعاده اللواء دي عبد الهادي. ازي حضرتك؟ ازي حضرتك؟ ما طبعا كابتن نادر يعني اهلا بيك يا كابتن، غني عن التعريف، واستاذ خالد الليمه النواب القادمين ان شاء الله باذن الله. ايه اللي حصل؟ ايه دول؟ وريني انا اصلي موعوده بالورق ده. ده ورق فاضي؟ ده فاضي مختومه بتاع القوايم. مختوم للقوايم يعني، كان المفروض يتملوا متملش جوه. وده متعلم. لا احنا بنتكلم على دايرتنا احنا. وده متعلم. الدايره ده متعلم، ده بتاع قوايم. الكابتن نادر السيد مرشح حزب الوسط جيزه. الدايره الثانيه. والاستاذ خالد الليمه عن دايره اوسيم. اوسيم والوراق وماشي والوراق. ده متعلم مدام دكتورة هلا. الجيزه مش الجيزه ولا لا؟ ما هو حضرتك لا الجيزه مقسومه شمال الجيزه وجنوب الجيزه. مش انتخبت بس ما انتخبتش. لا ما انا قايمه. انت قايمه. انا قايمه. وانما خالد فردي. يعني الورق مختوم من ورا ومش متعلم، يعني اي حد يقدر يحط عليه اي حاجه. بالزبط. بقى دلوقتي بالظبط. مش دلوقتي بقى. ما ده كان جاهز للانتخابات شغال والفرز شغال. ده كان جاهز للفرز. ده حضرتك ده كان جاهز للفرز يعني. ايه يا خالد؟ دي ورقه متعلمه. يعني ايه كان جاهز للفرز؟ يعني لما ما فيش حد انتخب. ايوه يا دكتوره، ما هو في ورق ده متعلم يا دكتوره، مستبعد من ال وريني المتعلم، مستبعد من السناديق. ده متعلم على القائمه بتاعت الوسط. وفي واحده الثوره مستمره. في واحده الثوره مستمره. ما انا ده عندي ثلاث شويله جوه متعلم عليهم الوسط والثوره مستمره والكتله وترموا في الشارع السنه دي. ده اللي انا اقصده يا دكتوره. انه في ورق استبعد. قائمه حزب الوسط الجديده الله، واللجنه الفرعيه هي موجود رقمها، سعاده المستشار الحقنا زباين اهو. كل ما يجي هنا ده الفردي كل بقى. ما يجي ده الفردي اقول له يلا المسله انا متعلم محاميين. اتفضل حضرتك. ده ايه ده؟ دي ورقه الفردي بقى دكتوره. بص هناك عند حضرتك. ما انا عارفه انا انتخبت. لا في هناك في الاخر خالص يا دكتوره، ده رمز المسله اللي متعلم عليها. ايوه ده. وهنا الناحيه دي كده في حد تاني رمز الكرسي. رزق مبروك. ايوه هنا حضرتك برضو اهو. دي بقى بتاعت رميينهم في الشارع. قالت لقيناهم بره اللجنه. بره اللجنه. بص حضرتك الموضوع يتكرر مره اخرى. بصي بقى حضرتك دول اصوات المصريين في الشارع. اذا كنت نسيته افكركم. وده فاضي يا دكتوره. بص اتفضل حضرتك. اصوات المصريين في الشارع مره اخرى في ايدي اهو تاني، يعني كل مره. ودول متعلمين فعلا. قائمه حزب الوسط. حزب الوسط وفي ثوره مستمره. حزب الوسط ده ائتلاف الثوره مستمره. حزب الوسط ودول بقى اللي عايز يكتب فيهم على كيفهم ويدخلهم، مش كده؟ لا ده احنا معانا شنطه بره. انا جبت بس لحضرتك نموذج. طب ليه ما تجيب؟ احنا بنفرش هنا الشنطه بره. معلش احنا سيبناها هنا في الزينه. احنا فرشنا هنا وقعدنا وعلى الارض. شفت الفقره. احنا بنفرش. ورونا تاني يعني اهو. يا جماعه كلاكيت تاني مره. لا ده مش دي المساله بس بقى. طب عملتوا ايه بقى؟ ما انا هقول لحضرتك بقى ايه الموضوع. اسمح لي يا كابتن بعد اذنك. اتفضل. امبارح سياده المستشار اللي هو المسؤول عن الدايره اللي بتاعتنا اللي جزء منها قايمه يخص الكابتن نادر، وطبعا هي دايره فردي الدايره الخامسه جيزه. الفرز خلصان من قبل صلاه الجمعه. كل ما نسال معلش احنا بنجمع بنجمع الاصوات بنجمع الاصوات بنجمع الاصوات. الكلام ده لحد الساعه كام؟ لحد الساعه 2 بالليل. ده من قبل صلاه الجمعه والفرز خلصان. محدش فاهم حاجه خالص. فالاخر قام سياده المستشار وقال نتيجه مركز اوسيم عدد اللي لهم حق التصويت 170,000 تقريبا. اللي راحوا صوتوا 102,000. الاصوات الصحيحه 97,000. مش عارف مين خد كام ومين خد كام ومين خد كام ومين خد كام. اللي هيعيدوا فلان وفلان في الفئات وفلان وفلان في العمال. طب ده مركز اوسيم الدايره قسم الوراق ومركز اوسيم ومركز منشات القناطر. يعني ثلاث مراكز. فين حضرتك قسم الوراق؟ وفين منشات القناطر؟ واصلا اللي لهم حق التصويت في الدايره 660,000. جبت 170,000 منين؟ اللي لهم حق التصويت 660,000. بس هي الدايره بتتسمى باسم. لا هي اسمها كده دائره اوسيم والوراق ومنشات القناطر اسمها كده بس بتتسمى باسمها بقى المركز الرئيسي بتاعها اوسيم. الساحل اللي اتلغت دي
فيها الساحل ورود الفرج والشرابيه والزاويه الحمراء اسمها الدائره الاولى ومقرها. انا بقول لحضرتك لغى اتلغى دي اه ما انا بقول لحضرتك على حاجه هو لغاها هتيجي في الساحل. لو حضرتك اللي بتقوله ده صحيح صح يعني هو بتتسمى كده بتتسمى اوسي بتتسمى باسم انا مع حضرتك اذا دائره اوسي صح اذا كان الرقم بتاع اللي لهم حق التصويت صحيح لا 170 ألف ده مش 170 هي 660 ألف ده 600 سوري انا اعتقد ان هي 660 على كمان على الحسابات القديمه مش الحسابات الجديده لا لا أنا هي لا يعني انا قصدي عليها يا دكتور هو بيطلع يقول ايه الدائره مثلا الخامسه او س لان بتبقى مقرها او س لانها بياخدوا اكبر مركز او اكبر اسم ايوه بس ما جابش فرز الوراق وما جابش فرز لا ما انا اقول لحضرتك استبعد ليه الحكايه بتبقى بتمشي ازاي تمشي الاول يقول لك عدد الاصوات اللي هي ليها حق التصويت سي مليون حضر منهم 670 تمام الصحيح كذا 600 مثلا ويبتدي يقول بقى القوائم حصل عليها قد ايه والفردي حصل عليها قد ايه تمام. اعلى 2 في الفئات بعيد واعلى 2 في العمال ده اللي حصل بس ده بيقول لك ولا اعلن القوائم بس ولا اعلن القوائم لا ده في امبابه ما اعلنش امبابه ما اعلنش عندنا اعلن القوائم في امبابه في دايره امبابه بس هو بيقول لك اوسين بس ما قالش الغريبه حضرتك يا دكتور اسمها لا يا فندم ده صحيح بس انا اسف ممكن استاذ خالد كده مش مظبوط يا دكتور مش ده مش ده الكلام بقى لا مش مش بتكلم انا حضرتش طبعا بس انا بقول الاصول اللي تتعمل لا هو القصد في حضرتك ايه ان بغض النظر هي اسمها ايه مش دي القضيه بس القضيه في ان هو اعلن فقط قال الدايره الخامسه في مركز اوسيم كذا 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 وبعدين لما حصل بقى وكل الناس راحت وخالد كان موجود وانا كنت موجود والشباب كلهم موجودين في محكمه الجيزه بتصريح مصور لسه جاي من هناك احنا على دي النقطه بقى اللي احنا عايزين دي دي النقطه محكمه الجيزه لا محكمه الجيزه اللي فيها رئيس اللجنه العامه للمحافظه بالظبط سياده المستشار هو ممكن كمان هو الخالد اللي قبله الحقيقه انا كنت موجود هو اللي قال لحضرتك ايه اللي حصل سياده المستشار رشد عمار بالتصوير قال ان احنا فعلا اخطانا لان احنا اعلنا فقط اسيم وما اضفناش عليها الوراق ومشيت على ناطر طب مين يتدارك الخطا يعني يتدارك الخطا مين يا فندم يتحمل الخطا ده قال لي مفيش حد يتحمله طالما هيتصحح قلت له لا مش مظبوط طب هيتصحح ازاي هيتصحح ازاي قال بكره لا يعني ايه هنشكل لا اعلن نتيجه بكره هنشكل يعني الناس تغلط في مصير طالما هنصحح مفيش مشكله بيقول لي طالما هنصحح مفيش حاجه مشكله وبعدين ما تعرفش تحاسبه ده رئيس لجنه الفرز قلت له لا بالقانون يتحاسب ايا كان اللي اخطا يعني هيتم اعاده الفرز تاني لا مش الفرز بقى بكره هتشكل لجنه بكره هيشكل لجنه تجمع التلات الاصوات من جديد اه يا فندم ازاي يا فندم ازاي نجمع الاصوات في الشارع ده في الشارع هنجمع منين احنا هنجيب الاصوات منين هيجمع انا ايش ضمنني ان البطاقتين دول ما يفرقوش معايا ولا مع اي مرشح تاني من اللي معايا اي صوت اللي ضمنني اي صوت يفرق هي دي المساله اي صوت يفرق هي دي المساله احنا ننزل نقف في الطوابير في عز البرد وبعدين الصوت يفرق يترمي في الشارع بقى وبعدين يترمي في الشارع للاسف طب انتوا يعني دلوقتي هيعيدوا الفرز تاني دلوقتي لا قال مش هيعيد الفرز التجميع تجميع هو فرز فرز خمس تقسام او ثلاث تقسام زي ما بيقولوا اعلن على نتيجه واحده وما اضافش الفرزين التانيين المفروض كل ده بيتجمع مع بعضه ويطلع في النهايه التوتال بتاعه هو بقى اعلن دايره واحده وما اعلنش بقيه الدوائر بالظبط خطا جسيم طب ومفيش ناس في الخارج ولا حاجه والمصريين في الخارج ما قالهمش ما قالش ما قالش مصريين في الخارج هو للاسف المصريين في الخارج برضه تصويتهم كان قليل لا حتى لو قليل فرق في الدقي عندنا وحتى لو ما فرقش يا فندم هو حتى فرقت عندنا لا وحتى لو صوت واحد من حقه هو خد حكم القضاء انه يصوت لو صوت واحد يضاف على حتى لو واحد مظبوط طبعا وحتى لو مش ليا وعلى فكره المساله بوش خسر على 300 صوت 300 صوت في امريكا بحال القاره دي اللي فيها 300 مليون بس احنا الانتخابات بتاعتنا فرقه دلوقتي مئات الالافات لا هو بس ما هو لو بالشكل ده يبقى احنا ما نثقش في المساله اصلا يعني لو بالاصوات دي هو انا ما نثقش في الانتخابات في على مستوى الانتخابات اخطاء متكرره واخد بال حضرتك وقلنا الرئيس لجنه الانتخابات الرئيس اللجنه العليا قال ان انا هتدارك الكلام ده في المرحله الثانيه والمرحله الثالثه لم يتدارك لو يتم هنلحق بعد الانتخابات ان شاء الله طبعا هنلحق بعد هي العمليه برضو مش مظبوطه زي ما طب الحل ما هو احنا بنتكلم في بص حضرتك يعني كنا بنتكلم كان في بص يا دكتور لا كنا معلش عفوا انت كسبت القضيه بتاعتك ازاي وخليت القاضي قال باطل بالاخطاء ما يا فندم طب هيحصل ايه بعد ما قال باطل عندك هتعيده هنعيد احنا
هتعيد انتخابات تاني 10 و11 يا فندم بعد المرحله لا انا بس عندي سؤال وكنا لسه بنتكلم فيه في العربيه دلوقتي واحنا جايين انا وخالد واحنا ناس من بغض النظر اسال وانا اقول لك لا يا فندم لا انا قصدي ان احنا مشينا لغايه اخر المشوار زي ما كل الناس عايزين انتخابات برلمانيه عشان التشريعيه أيوة. وعشان كذا وعشان كذا قلنا اوكي ماشي احنا معاكم لغايه الاخر معايا فمعاكم لغايه الاخر رغم ان حصل فيه تعارض يا جماعه نعمل الدستور الاول وبعد كده انتخابات قال لك لا نعمل انتخابات الاول ولو قلت اه يبقى انت كده مع ربنا ومع الدين ولو قلت لا يبقى انت ضد الدين في ناس قالت لا وتحملت المسؤوليه فقالت اه وقال لك يا عم خلينا في الامان معايا حضرتك بغض النظر مين قال لا او مين قال اه طيب اعمل انتخابات برلمانيه مين معاكم الضمير عايد على مين يعني مين معاكم اللي انت بتتكلم عليهم على مين على ايه انتخابات وعملنا وفاق على المجلس العسكري أيوة. طب انا بتكلم واضح ان المجلس العسكري هو اللي بيشرع هو اللي بيقول بيقول يا جماعه العمليه التحول الديمقراطي هيحصل كذا 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 وناس ماتت وقلنا وكنت مع الدكتوره هاله هنا في اخر مره وقلنا يا جماعه ان التحول السياسي لازم يكون من ناس مدنيين ما يكونش قرارات عسكريه عشان ما يكونش في صدمات مع الجيش زي ما حصل في الوقت الحالي وكنت مع حضرتك وحذرنا من الكلام ده وكل الناس قالت الكلام ده تحملنا عباء واحنا ولا اصلا تفكيري في انتخابات ولا خالد تفكيره في انتخابات بس للامانه وللايجابيه بالنسبه لنا قلنا نروح نمشي في اخر الطريق خالد اترشح لوحده وتحمل المسؤوليه انا اترشحت مع حزب الوسط وتحملت المسؤوليه بس في الاخر عشان هدف البلد طبعا. طيب ما هو الثقه فين بقى حضرتك يا فندم الثقه فين هتتحول تاني حضرتك كسبت القضيه وهتعمل انتخابات ثانيه وثالثه ورابعه وخمسة لان في اخطاء خلينا بقى عايشين بقى في الموضوع ده ما هي بس عشان نبقى متفقين على مبدا طبعا انتوا يعني ده واجب وطني بالنسبه لك من يرى في نفسه ان هو قادر على ان هو يترشح لعضويه مجلس الشعب ده واجب وطني على فكره حته الواجهه الاجتماعيه خالص منتهيه لا مش فارق معانا موضوع لا احنا بنتكلم اللي يقصده الكابتن لا يا دكتور مش قصدي اللي يقصده الكابتن نادي فندم ان احنا اتقال انه خلاص المجلس العسكري هيسلم السلطه عن طريق الانتخابات طيب دي انتخابات اهي دي انتخابات خلينا نسلم بان الانتخابات في اي حته في العالم بيبقى فيها الحل نسبة من المأزق ده نسبه خطا بس ما تبقاش النسب الفظيعه يا فندم يا دكتور انا معايا شنطه بره انا معايا شنطه بره هاله معلش يا دكتور انا اسف عفوا انا بره هنا ممكن نجيبها دلوقتي بره انا بس عايزين نخاطب يا دكتور عفوا يا دكتور انت حضرتك الدكتوره هاله نزلت عشان تحط صوتها بس حضرتك دخلت في كل الـ 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 كل الحتت والمداخل بتاعه الانتخابات يعني الشعب المصري وانا قلت الكلام ده هنا في البرنامج ده الجزء الاول من المسلسل اهو دي كانت الدايره الخامسه المطريه والسلام خدوا بالكم دي لسه هتشوفوا هو الفرش كان هنا لا انت شفت انا شفت انا شفت من فضلكم بعتوا من شريط الاصلي مش من على النت كواليتي رديئه ده انتوا عندكم اصل الشريط ايوه والله العظيم انا ما شفت في حياتي ايوه فهو القصد يا دكتور حضرتك ان زي ما قال استاذ خالد دلوقتي ان احنا مشينا في اخر الموضوع هذا هو السبب شخصيا قدامنا في تشكيك في نتائج الفرز كيف تم احتساب النتيجة اللي أنا عايز أعرفه كيف تم احتساب النتيجة والسؤال الآن ليس تشكيكا بقدر ما هو استفسار تعرف احنا اتلغى عندنا كم دائرة تمت فيها هذه 102 ألف صوت هذا العك بص هذا العك ضيف الليلة رجل مخابرات سابق يلا اتفضل اتفضل يعني ده اتكرر تاني هو سؤالنا كلنا بما ان احنا مصريين والشباب طب احنا تحملنا الاعباء وادينا الواجب الوطني بس لازم يكون في مقابل ليه لا مقابل ثقه طبعًا. ومقابل احترام طبعًا. لما يحصل حضرتك تضليل وارهاب فكري وارهاب ديني وارهاب اقتصادي طب احنا مش قادرين مش هنقدر احنا كنا لسه بنتكلم في الموضوع ده انا والدكتوره اتعلنت هل ما خلصت الفرز يا فندم خلص ما بيخلص مع بعض اتعلنت في الهرم لا هو اصل في سنادين كل قاضي القوائم وفي سنادين ماشي يا فندم بس كل قاضي بيعمل المحضر بتاع لجنته بالكامل وبيسلمه سواء قايم ما اتعلنتش فين يا عم القوائم قال لك لا ما عنديش أنا ما عنديش معلش يا كابتن معلش بعد اذنك امبارح انا داخل الفرز معايا اثنين محامين ومعاهم توكيل عام ناس متطوعين كل الحمله معانا متطوعين العميد عميد الجيش اللي واقف على الباب
قال لي خش يا خالد لوحدك. او ما انا ما اعرفش بقى عرفني منين اهو. خش يا خالد لوحدك. قلت له لا حضرتك مش هخش لوحدي، انا حق قانون انا داخل موكلين بتوع معايا. ما الهيصه اللي جوه دي مين هيقدر يبص عليها؟ انا هبص لوحدي فين؟ ده موال ده 100 ترابيزه 100 ايه كتير جدا كتير جدا الفرد. ايوه لا طبعا ده موال. قلت له يا فندم ما اقدرش، انا لازم ناس تخش تبص معاك. قال لي لا خش لوحدك. قلت له لا مش هخش، معنى انا اللي اخش لوحدي؟ كل الناس اللي جوه دي بتعمل ايه؟ قال لي خلاص عايز تدخلهم؟ قلت له اه. قال لي روح هات لي اذن من رئيس اللجنه. رئيس اللجنه قاعد فين؟ قاعد على المنصه. توكيل مذكور فيه طبعا حضور الانتخابات. لا ده توكيل عام، ده توكيل عام ده يعرف ده ده, آه. ده ممكن المحامي انا عامله توكيل بكل حاجه. لا لا هو عشان ابقى فوق هو صاحبي مش هتفرق. توكيل خاص اصل لا توكيل عام يا فندم مش توكيل خاص. توكيل يرفع قضايا توكيل توكيل عام في الانتخابات لازم تبقى يبقى ذاكرت بعد ما بيخلص كده تكتب تحت مكتوب يا فندم. مكتوب يا فندم بقول لحضرتك كل حاجه مشهوره بقول لحضرتك. وبعدين قال لك اعمل لي توكيل. قال لي هات هات لي اذن من رئيس اللجنه. قلت له اشمعنى انا اللي اجيب اذن؟ ده حق قانونا ده ما بخترعش انا. قال لي لا تجيب لي اذن. بعت معايا صف ضابط شرطه عسكريه للرئيس. قالوا لي يقول عليه رئيس اللجنه. ما هو طبعا عارف ان انا هقعد 3 ساعات على ما توصل على ما اوصل لرئيس اللجنه. ما عرفتش اوصل له ولا بعد 3 ساعات ولا عارف في الاخر انا سبته ليه. صف الضابط صعب عليا والله العظيم ثلاثة ما كملت عشان صف الضابط. قال لي طب يا استاذ خالد انا ذنبي ايه دلوقتي في القصه دي؟ احنا واقفين بقالنا ساعه ومش عارفين نعدي. قلت له خلاص روح مش هدخل موكلين. والله العظيم ثلاثة حصل. تعالى بقى اشوف حضرتك الترابيزات بتاع الفرز. اروح على ترابيزه اقف حقي انا مرشح اقف ابص ايه اللي بيحصل. في عندنا فيديوهات مش حقي يا فندم ولا مش حقي على فكره في حقي ولا مش حقي. اروح يعني اقف يعني تمر عليها امر ابص ابص اعدي كده ابص ابص هتلاقي المستشار اللي قاعد بيفرز يعمل ازاي. ايه يا عم واحنا في امتحان؟ يا فندم مش في امتحان ده حق قانون. يعني يقول لي لا مش حقك اختراعات. طب اللي بيحصل في اللي جاي ده قصص كتير. ده ده تجربه انا هكتبها بس مش دلوقتي لما نخلص بالقصه دي بس. واحنا في اللجان في اخش للمستشار في اللجنه اقول له يا فندم في ناس بتعمل دعايه قدام باب اللجنه على طول. ايوه يقول لي انا ماليش دعوه الا باللجنه. طيب يعني مين يا فندم المسؤول؟ يقول لي يا ضابط الجيش يا ضابط الشرطه اللي بره. اقول له حاضر. اطلع لضابط الجيش او ضابط الشرطه يا فندم في ناس بتعمل دعايه. اقول لرئيس اللجنه يقول لي انا ماليش دعوه الا بحدود المدرسه دي انا امنها. اطلع اعمل محضر في الاسم. بعتنا المحامي يعمل محضر في الاسم. قسما بالله المستشار اللي قاعد في الاسم اللي قاعد في اسم الشرطه بتاعه توسيم ما رضى يعمل له محضر. والله ما رضى يعمل له محضر. طب وده ولف بقى حوالين نفسك ولا تعرف مين مسؤول عن فين ولا مين مسؤول فين. هو يلففك حوالين نفسك وخلاص لحد ما اليوم بتاع الانتخابات يخلص. ولا عارف اعمل محضر عند مين واقول للضابط الشرطه يعني في المدرسه اثبت لي محضر حضرتك. يقول لي انا ماليش دعوه. طب دلوقتي الحل ايه بقى للموقف اللي انت ولا حاجه انتخابات ايه الحل؟ انا مش انا رحت المحكمه. قضى انهي قضى يا فندم؟ انا قضى. طب هم اللي مسؤولين واللي كانوا بيفرزوا ده يا فندم. القضاء هو المسؤولين. قبل اعلان النتيجه لا معلش قبل اعلان إيه؟ النتيجه اهو الفرز في الضلمه اهو بالموبايل. لا في في واقفين في في صوان كبير كده عندنا. ده ده قديم. لا في في غيره في غيره يا فندم. اللي كان بيفرز الفرز ده النهارده ناس اللي كان بيفرز ده مين؟ مش قاضي في صوان كبير. طب ايه رايك بقى ثلاث ارباع القضاء سايبين سايبين الفرز للامناء بتوع اللجان؟ انا دخلت في الاخصاص في مدرسه هناك في الاخصاص قريه اسمها الاخصاص طبعا للدايره. دخلت اللجنه اتلاقيت واحد من الموظفين بتوع اللجنه واقف بيصوت لواحد. قلت للمستشار يا فندم اللي قاعد على اللجنه قلت له يا فندم الكلام ده مش مظبوط. قال لي لا مظبوط. قلت له لا مش مظبوط. قال لي انا بثق فيه. قلت له حضرتك تثق فيه براحتك انما انا ليا بالقانون الكلام ده مش قانوني. قال لي خلاص ماليش دعوه ومعلش بعد اذنك بقى عشان عايزين نشوف شغلنا كده بالنص. والله بالنص. وواحد بيصوت لواحد موظف واقف عند الستاره بقى. قال لي معلش بعد اذنك بقى عشان نشوف شغلنا وعمل لي كده على الساعه. قلت له يعني اطلع بره؟ قال لي اتفضل اطلع بره. قلت له طب اثبتها لي في بتاعي. مش هثبتها لك. قلت له لا انا عايز اثبتها من حقي في المحضر اللجنه. اصلا ما فتحش محضر. ده هيعمل المحضر بعد ما يخلص. قال لي انا ما فتحتش محضر انا اعمله وانا بسلم. يعني هو اساسا ما عملش المحضر. لا المفروض ان هو بيفتح في اول ما بيفتح اللجنه بيعمل محضر. لا اصلا ما كانش عمل محضر ويثبت المندوبين ويثبت الصندوق فاضي. طيب دلوقتي احنا ايه اللي نقدر نعمله؟ انا ما اعرفش انا ايه اللي انا شخصيا مش عارف. لا اللي نقدر نعمله قلنا انتخابات وهي الحل يا جدعان. مش احنا اللي قلنا؟ قالوا لنا يعني خشوا انتخابات بقى انت توجعوا دماغنا وكل شويه التحرير وكل شويه البتاع. حاضر هنخور نروح الانتخابات. رحنا الانتخابات. حد يقول لي بقى ايه الانتخابات دي اهو. مع ان دكتور هاله اللي انا عايز اقوله ان مع احترام الكامل لخالد ولي انا شخصيا وللحزب اللي انا دخلت فيه في القوائم مفيش مقارنه في القوه يعني ما بيننا وما بين الجماعات المنظمه. لان انا بسمي الحريه والعداله مع كل احترام لرساله الاخوان المسلمين هم الاخوان المسلمين والجماعه السلفيه مع كل تقديرنا واحترامنا لرساله الجماعه. انما التحول السياسي نفسه للجماعات في ملابسات كتيره جدا وفي 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 نفس الوقت كمان امام اللجان حضرتك انا شفت بعيني انا يعني يعني. طب يا جماعه خلينا بقى نتكلم على انتخابات سياسيه
ما نحطش اسم الدين فيها عشان خاطر نسيب الدين بالقدسيه بتاعته اعلى بكتير جدا من العمليه السياسيه. يعني مش ممكن في اوقات كتيره جدا بتتشاف وخالد شاف ان حد من اخواتنا اللي بنحترمه ونقدره من حق ونحترم الزي بتاعهم منتقبه تصوت لتصويت جماعي. يعني قد ايه يا دكتوره يا دكتوره بعد اذنك انا عايز اقول حاجه بس انا عايز اقول حاجه تسمحي لي. يوم الاربع الشباب بتوعنا صوروا فيديو تصويت جماعي في لجنه في البراجيل. الفيديو اتحط على اليوتيوب وبعد البرامج عرضته بالليل يوم الاربع بالليل. طبعا مين اللي كان بيصوت تصويت جماعي؟ ناس من الحريه والعداله. طيب تاني يوم عشان يردوا لي بقى الموضوع عملوا ايه؟ عايزين يردوا لي القلم. لا كانت معركه شرسه هنحكي عليها بعدين بس انا بقول وقعه واحده بس. واحده من عندهم اتعورت بره قدام اللجنه تقريبا توك توك خبطها. احنا عندنا الشوارع ضيقه حتى اللي في المدارس تقريبا توك توك خبطها بره الله اعلم ايه اللي حصل. اشياء بقى لنا 15 يوم لعمليات خطف. اصدقائنا بيتخطفوا ويتضربوا في اماكن مجهوله ويرجعوا لنا طول الوقت مضروبين او فيهم حاجه. فهو سال يا جماعه العربيه الفاميلي بتاعت مين؟ بتاعت مين بتاعت مين؟ لحد ما ظهر ضابط جيش وقال له العربيه بتاعتي. قال له طب لو سمحت شيلها من هنا علشان في مشاكل وفي عربيات بتخطف الناس. قال له لا دي عربيته لو مش عاجبك. قامت خناقه بينهم خدوا قدام عين الناس. على فكره دي مش واقعه يعني سريه. خدوا قدام الناس واختفى لمده ساعه ساعه ونص. رجع عبودي بالشكل ده. رجع عبودي مضروب علقه موت. تمام بعدها على طول الناس شافت المنظر. يعني اللي عمل فيه كده معروف هو مين؟ اللي عمل فيه كده لازم يتحاكم بكره. جيش قدام الناس. لازم. مش معقول. انتوا شايفين الصوره؟ ضابط جيش ضابط جيش وما ضربوش لوحده. ضربه هو وفريق زي ما بيعملوا كده في الميدان. فجاه بتلاقي واحد واقع في النص وفي مثلا بتاع خمس سته بيضربوه بكل عنف. الناس من حماسها ومن دقيقتها ومن قرفها بدات الاشتباك. مش الاشتباك بدا يبقى في خناقه مع الجنود اللي جوه. طب مش ممكن يكون حد معلش يعني انا فضل. لازم فضل. اسالك الاحتمال. طبعا. مش ممكن يكون واحد لابس لبس جيش؟ لا لان مؤسس. الجيش لان الجيش كلنا عارفين وحضرتك عارف وحضرتك عارف والشباب عارفين ان اللي قاعد عند الداخليه من احداث محمد محمود وبيحرس الداخليه هي مدرعات الجيش. مدرعات الجيش وضباط جيش. ولو في مواطن بيلبس لبس جيش وقاعد وسطهم يبقى هم عندهم مصيبه وكارثه. ده موضوع يخصهم. لكن انا بالنسبه لي انا بتعامل مع الجيش. بدات الاحداث انا كنت جوه في شارع مجلس الوزراء وبدا الضرب من كل حته. بدات الميه من جوه مجلس الوزراء. بدا الطوب من جوه مجلس الوزراء. بدا يرموا علينا ازاز من جوه مجلس الوزراء. هربنا طلعنا شارع القصر العيني. بعدها على طول الناس وقفت اتجمعت في شارع القصر العيني. بعدها على طول مفيش ربع ساعه ولقيناهم طلعوا فوق المبنى الاداري اللي هو ملحق ب مجلس الشعب والجيش. انا شايفه جيش حتى صباح اليوم التالي. انا قاعده في الميدان ده وروحت بيتنا الساعه 10 ونزلت بعد ساعه تاني لما عرفت ان واحد صديقي عينه راحت. تمام لحد الساعة 10 أنا شايفة بعيني ضباط جيش واقفين فوق المبنى الإداري بيرمونا بكل الحاجات العجيبة اللي أنتوا سمعتوا عنها. طوب ورخام وآثار زلع ودواليب وكل الحاجات اللي ممكن تتخيلها. يعني أنا بالنسبة لي أنا عارفة مين يضربني. المعركة دي واضح مين فيها ضرب. حضرتك بتقولي إحنا مش فارقين. لا إحنا فارقين. إحنا ثوار ومجلس عسكري. إحنا قتلة ومقتولين. عندك دلوقتي 8 او 9 شهداء في يومين. طلق ناري. الشيخ عفت. الشيخ عفت. الشيخ عفت. الشيخ عفت. مضروب بطلقتين. طلقتين طبقا للناس اللي كانوا واقفين على التشريح. طلقتين منهم طلقة داخلة من هنا وخارجة من هنا. والاطباء قالوا ان الجيش ان 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 الطلقتين دول مضروبين من مكان قريب جدا لان استحاله تكون مضروب من مسافه بعيده وتجيلك طلقه الا في راسك او لا ده انت بتكلمني ظابط بقى قول لنا بقى او في صدرك. الطلقه داخله من هنا لحضرتك وحضرتك قول لنا بقى انت فجأة وخارجه من الناحيه الثانيه. تمام يبقى ده من بعيد ولا من قريب؟ فتحه دخول وخروج بالظبط. فده معناه يعني مش بتبقى يعني فده معناه ان كان في طبنجات في الارض من بعد متوسط مش قريب يعني. ده معناه ان كان في طبنجات على الارض واحنا شفنا ضباط جيش ماسكين طبنجات. انا سيبكم تتكلموا وبعدين قدام مساحه احكي لكم حاجه من خلال الخبره والواقع عشان نبقى يعني منطقيين ونوصل. المهزله بقى حصلت كمان في المصابين حتى صباح اليوم قبل الاقتحام الاخير للميدان كان في 520 مصاب قبل عمليه الهجوم الاخيره.
تمام. بعد كده بدا الهجوم. احنا النهارده يا جماعه ما نعرفش عدد الناس اللي ماتوا، لان اللي اتقال واللي اتشاف واللي انا شفته ان تم سحب الجثث من الميدان بعد ما الناس ماتت كمان. يعني احنا النهارده مش عارفين قد ايه ماتوا، رغم ان في شهود. ما فيش حد مات، مش لا هتقال عليه. في ناس يعني ماتوا، في ناس ماتوا، والمجزره اللي حصلت مش هتتبخر. مش هتتبخر. لا لا لا، الجثث هتتسرق. لا لا يا استاذي، يا استاذ فاضل، في يناير احنا عندنا في يناير في 1000 مفقود. حضرتك عارف راحوا فين؟ حضرتك قول لي، يعني حضرتك عارف راحوا فين؟ يعني برضه انا اقول لك برضه، يعني ما حدش عارف راحوا فين. خلينا دول معلومة، دول بعد ما خلصوا وكان بيقتلوا نفسهم، لا اما في السجن، لا اما لا اما في السجن. لا، في بلاغات عند النائب العام ب 1000 مفقود من شهر يناير اللي فات، ما حدش عارف هم فين. ده حاجه. الحاجه الثانيه، النهارده قبل عمليه الهجوم الاخيره، قبل عمليه الهجوم، الله يرحمه ويحسن اليه، قبل عمليه الهجوم الاخيره، النهارده الشرطه العسكريه طلعت كل اسطح العمارات، والجيش طلع كل اسطح العمارات، وبينهم واحد صاحبنا معرفه، ها، وسرقوا كل الكاميرات. ليه؟ وحذفوا كل الكاميرات، منهم كاميرات كانت ببث حي زي سي بي سي، قطعت ارسالها النهارده. قطعت ارسالها ليه؟ الاون دي في، كل القنوات تم سحب الكاميرات قبل المسبحه. اللي انتوا بتشوفوه النهارده ده جزء ما يجيش 1/10 من اللي اتعمل النهارده، لان الكاميرات كلها اتسحبت. ببساطه كان في النهارده مذبحه اعلام، واحنا اهو قاعدين مع استاذ هاله ومع حضرتك، وكل الناس عارفين ان النهارده ما حدش عارف يصور، واللي كان بيصور كان بيتاخر او بيتقبض عليه. انا عندي 2 من اصحابي كانوا بيصوروا من فوق، اتسرقت الكاميرات بتاعتهم. النهارده كان في مذبحه بكل المقاييس. على اي اساس انت شفتي؟ انا شفت. شفتي النهارده؟ ده النهارده، ده النهارده صباحا. كلنا شفنا ده النهارده صباحا. طب بنسمع مصطفى. اتفضل. طيب يعني علشان بس ما تقالش انه في اندفاع حماسه، احنا بشكل هادئ جدا وبسيط جدا، يعني هحاول ارد على شويه حاجات من اللي بتتقال حوالين الشباب الموجودين في الميدان. بس يكمل عبد الله كلامه وبعدين ساعات اللي هو عايز يقول حاجه. انا بتهيألي انا امثل صوت وحيد. يعني فوق المبنى وضربنا منه. ثانيه واحده يا فندم، بعد اذنك. بنجمع. طب دقيقه واحده بس، يكمل كلامه. انا ممكن اكمل كلامي بس انا اسف. اختصر بقى واحنا بنرد واحد واحد. عشان انا هختصر عشان الكلام كله ارد عليه. انا دلوقتي الناس البسطة جدا 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 بيسالوني سؤال يعني لحد ما بديهي، يعني قال ده بيضربني وده بيحدفني من فوق، فرد عليا راجل كبير جدا في السن، قال لي يا ابني هو انتوا اساسا ماشي، هو بيحدفك بالطوب وغلطان وكل حاجه، ايه اللي يوديك هناك؟ طب بس ايه اللي يوديك هناك؟ نقعد في بيوتنا. والله انا من رايي نقعد في بيوتنا. انت بالنسبه لك انت لازم تقعد في بيتك صراحه. لا احترم نفسك. لا 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 ارجو تكوني لبقه. احترم. لا ما انت تقولهاش كده. لا لا انا معلش بعد اذن حضرتك. حضرتك جاي ممثل المجلس العسكري بتدافع عنه؟ بعد اذن حضرتك. حضرتك جاي ممثل المجلس العسكري؟ لا لا بعد اذن حضرتك. شكرا. سياده العقيد ده حضرتك بيشتغل معاك. لما انت تهاجم المجلس العسكري ده عادي. هو اللي بدا صح؟ سياده العقيد. لا لا هو اللي بدا. سيبيه يتكلم وهنسمعه وهيرد. سياده العقيد جاي من اي ممكن اتكلم بس من اي وحده ان شاء الله. احنا حابين نرد ان احنا حابين تعمل نقطه نظام. مش حضرتك. لا ان احنا في حلقه نقاش. طالما يعني هو ما بيتناقش ارجوكم، احنا محتاجين ان احنا نظهر شكل من الحوار اللي يليق ان هو يظهر قدام الناس. للشباب. احنا بندعي شباب الثوره، احنا من الشباب اللي الناس بتسال هم ليه موجودين، واحنا جايين نجاوب على الناس. طب احنا ليه موجودين؟ لا هو من الناس بعد اذنك مصطفى. لا 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 انا بتكلم عليه هو من الكامبين التاني. لا 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 انا بتكلم عننا احنا. هو من حقه برضه وجهه نظره، ومن حقنا احنا بنتكلم. يا ريت نكمل الحلقه وجهه نظره. وبعدين احنا معانا هنا لسه ما معناش الباشمهندس شريف زهران. احنا بنتكلم يا فندم على دولة. أيه. احنا بنتكلم على دولة، وبنتكلم على ان احنا لابد من حماية الدولة. انا بقدر اقول ان في حياة اي دولة في العالم ثورات وثورات. طول ما في دولة ممكن تقوم ثورات، ثورة 52 و3 ده احنا عايزين بتاعت 25 و25 يناير وكله مش هنسيبها. لكن اذا انهدمت الدولة لن يكون هناك شعب ولا ثورة. تمام. انا يعني ادين العنف سواء من هنا او من هنا. هو حد يفتكر ان انا مبسوط من اللي بيحصل من القوات المسلحه من بعض؟ لا انا مش مبسوط، ومش مبسوط برضو من الطرف الثاني. انا يهمني حمايه المؤسسات الدستوريه، ده لمصلحه الدوله. طب وفي نفس الوقت انا بدين العنف من الجانبين. ده طفل بيرمي طوب،
يعني بيرمي طوب ليه من فوق السور؟ انا بس انا عندي سؤال يعني اذا كان الاعتصام اللي كان قائم عند مجلس الوزراء يعني اذا كان الاعتصام اللي كان قائم عند مجلس الوزراء هو استمر لما يقرب من اسبوعين تمام. واذا حضرتك كنت تفضلت وتشرفت ورحت زرت الاعتصام كتير. ده كنت هتشوف حاجه تحس ان انت في اوروبا، ناس قمه في الاحتمال، ما فيش بائع جائل ولا متجول واحد دخل جوه الاعتصام تمام. ولم يحدث اي من هذه الممارسات. وبالمناسبه كل اعتصام كان بينتهي نفس النهايه المأساويه اللي الشرطه العسكريه بتخش تسفك فيها دماء المصريين. كان هذا الاعتصام على مدار ايامه بيتم بشكل سلمي تمام. وفجاه ولحظه تدخل الشرطه والشرطه العسكريه بيتحول الى هزيمه. كان رئيس الوزراء النهارده بيسال سؤال في المؤتمر الصحفي بيقول لما انا اشوف شاب عنده 14 و15 و16 سنه ده عنده 9 سنين لماذا ماذا عانى حتى يخرج ويتظاهر ويقولوا عليه ان هو سائر؟ لا، هناك اطفال اعمارهم 15 و16 و17 سنه كانوا موجودين ان هم عندهم 10 سنين بيتمرمطوا علشان أيوة. يجيبوا لقمه العيش لاهاليهم زي النظام الشرعي. بس في اطفال هنا في 2 مليون طفل شارع في مصر هنا بلطجيه جايبينهم بيدوهم فلوس عشان لا والله لا لا احنا نعرف احنا يعني. نعرف الاعتصام بتاعنا الاخير بتاع شهر 7 كان معانا اطفال من اطفال الميدان من اطفال الشوارع وكانوا معانا وكانوا بيباتوا معانا وكانوا قاعدين معانا في الاعتصام وعايشين عيشتنا ومفيش اي مشاكل. على فكره عايز مصر فيها 2 مليون ايوه شارع. بس ده لا يعني جاي ياكل معانا ويشرب معانا ويحترم الميدان. في بلطجيه يا رشا جم حاولوا ان هم يركبوا على السوار وجايبين اطفال وبدون فلوس يعني ما نقدرش نقول بس دول بقى خلاص الناس دول مدفوعين ايوه ودول تحريات عسكريه ايوه سياده الاستشاره عسكريه تحريات ممكن تحريات لا ضبط الاعتصام الاخير احنا ما سمعناش مهندس شريف بس نسمعك شويه وبعدين نجي لك شريف بقى احنا برضو بنتكلم ايوه يعني اسلوب الحوار طبعا بيؤدي الواحد ان هو يبقى حزين شويه لان احنا خلاص احنا كده داخلين في ايه سخونه الاحداث بالظبط سخونه الاحداث بتخلينا ان احنا نبقى فرقاء مش فريقين بقى كمان ونبقى فرقاء وما فيش حد عنده استعداد ان هو يتقبل الاخر ودي اكبر كارثه. احنا لازم نبقى قاعدين وكلنا نتقبل بعض بكل اللي بنقوله مش مهم يعني انا سامع كلام غريب يتنافى مع الواقع يتنافى مع الخبره يتنافى مع الكلام ده كله ولكن انا متقبله متقبله ليه عشان اوصل ان انا اطلع كل اللي جوه الناس علشان يبقى الناس قاعده مرتاحه ونبتدي نرد عليهم بشكل لوجيك مش بشكل احنا مش في خناقه صحيح يعني بمعنى صحيح. بمعنى ايه بمعنى ان انا مثلا من الذي يتحمل مسؤوليه ما حدث في مجلس الوزراء عايزين حد يرد عليهم احنا دلوقتي طبعا زي ما قلنا وزي ما احنا متفقين وزي ما هي فكره الحلقه ان احنا ما عندناش شفافيه من الطرفين. السيد منصور حسن الذي يقوم برئاسه المجلس الاستشاري لماذا قدمت استقالتك؟ ما هو الغرض الأساسي من المجلس الاستشاري؟ وهناك عدد آخر من أعضاء المجلس تقدموا باستقالتهم، سيدة نادية مصطفى، الدكتورة منار الشرباجي، دكتور حسن نافع على ما أعتقد، أحمد خيري، رئيس حزب الوسط المهندس أبو العيلة ماضي، سامح عاشور ما قالش لا قال لا احمد خيري منذ قليل لا احمد خيري احمد خيري المهندس شريف زهران الدكتور معتز مع بالله عبد الفتاح ما استقالش. طيب لماذا هذه الاستقالات؟ لماذا استقلت انت بالذات؟ ما هو الهدف اللي كان من المجلس والواضح انه تراءى ليك انه انك لا يمكن ان انت تقوم بالدور اللي تتوقعه منه؟ في البداية بسم الله الرحمن الرحيم أنا بس عايز أبدأ كلامي قبل أي حاجة بحديث النبي عليه الصلاة والسلام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. ده قبل ما أبدأ في أي حاجة عشان خاطر الدنيا تبقى واضحة وواضح الأمور وواضح مسؤولياتها. ده قبل أي حاجة. بالنسبة للمجلس الاستشاري احنا يعني أنا شخصيا كنت قبلت إن أنا أبقى عضو في المجلس الاستشاري علشان يبقى فيه حوار أو أكون نقطة وحلقة وصل للحوار بين الشعب والثوار من ناحية ومجلس أعلى القوات المسلحة من ناحية لأن أنا مؤمن أن الحوار هيبقى عامل مهم جدا 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 في المرحلة دي لإخراج الإيه؟ لإخراج ما لإخراج برلمان صغير لإخراج الدنيا أو إخراج مصر من الأزمة اللي احنا فيها
فكنت اتمنى ان الحوار تبقى ليه اسسه سواء هنا هنا او في المجلس الاستشاري او مع المجلس الاعلى للقوات المسلحه. لكن اللي بدا يحصل من امبارح كان صعب جدا جدا، لدرجه ان انا كنت امبارح في البلد بمجرد ما حصل اتصالات صعب جدا اتصالات يعني دمه وماله هو عرضه. اللي صعب جدا اللي حصل امبارح كان صعب جدا جدا جدا. يعني يا جماعه احنا قمنا بالثوره عشان الكرامه، فين كرامه المصري؟ فين حرمه الدم؟ يعني دي حرمه، بمجرد ما نشوف دم كده لازم كلنا نقف نبلم، يعني لازم كلنا يعني نعي حجم هذا الموقف. في ناس ماتت، عائلاتهم موقفهم ايه؟ الناس اللي اصيبت وعندهم عائلات مستديمه، فين يعني فين مراعاه الكلام ده؟ ولا خلاص اتعودنا؟ بس فين فين يعني مش عارف. الموضوع صعب جدا، فده بقى اللي خلانا يعني أين كرامة أصرينا مصر؟ أين حرمة الدم؟ طبعا أصرينا أن لازم امبارح يبقى في اجتماع المجلس الاستشاري. فقمت أنا والأستاذ الدكتور عبد الله بعمل اتصالات مع كل أعضاء المجلس، وكنت أنا في بني سويف، فجيت من بني سويف على ميعاد الاجتماع امبارح الساعة 7، وعقدنا اجتماع وحضروا 2 من أعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وكانت الجلسة على صفيح ساخن عشان خاطر الناس تبقى عارفه. الجلسه كانت على صفيح ساخن لاقصى درجه، وبعد 4 ساعات يعني على صفيح ما انا بقول ما انا بقول والله لا قول لنا صفيح ساخن ما بقول لحضرتك. وبعد 4 ساعات من النقاش 8 أعضاء تقدموا باستقالتهم، فاقترح تعليق كل جلسات المجلس، لان ده ما بقاش موقف الثمانية بس، بقى موقف اكتر من الثمانية علشان برضو الموقف يبقى واضح، وما نقولش ان الثمانية دول كويسين وال 22 خاينين. استقاله الثمانية يخل بال بس فخلينا بقى نقول استقاله الثمانية طبعا يخل بس القرارات، فخلينا ما ندخلش في الامور القانونيه، الاهم الموقف ووصول العدد ل 8. لان اصل قصه احنا القرارات مش في امور قانونيه دلوقتي، احنا يا جماعه احنا بنتكلم في دم، احنا بنتكلم في دم، احنا بنتكلم في 8 تقدموا باستقالتهم، فتم تعليق الاجتماعات المجلس وصياغه البيان اللي تم القاءه امبارح. نتيجه هذا التعليق وتم ارسال توصيات للمجلس الاعلى للقوات المسلحه. التوصيات ديت هي اللي علق المجلس الاستشاري موقفه على تحقيقها وتنفيذها. يعني ليس معنى اصدار المجلس الاعلى للقوات المسلحه بيان النهارده ان احنا نرجع بكره. تماما. لازم الموضوع يبقى حيز التنفيذ، وفيها امور صريحه وفيها امور ضمنيه. يعني خلينا اقول لما المجلس الاستشاري يوصي لاول مره بندب قضاء للتحقيقات فليها معاني كتير، ليها معاني كتير تخص القضاء ولا تخص النيابه العامه. واخد بال حضرتك النهارده وحصل أعضاء النيابه ذهبوا الى المواقع. لما نقول وقف فوري والعنف يستمر بعدها لمده تقترب من ال 24 ساعة ويتم اقتحام ميدان التحرير الذي ليس مسرحا للعنف فجريها معنا. خلينا اقول ان المجلس الاعلى للقوات المسلحه هم يعني قوات مسلحه قوات مسلحه، فهنا التعامل السياسي لاتجاه والتعامل العسكري لاتجاه. لا يمكن لا يمكن نتعامل مع الشعب عسكريا، لا يمكن. يعني لازم انا دلوقتي انا في منصب سياسي، لست في منصب عسكري. اذا كنت في منصب سياسي لازم اتعامل باسلوب السياسه، عندي البعد السياسي وعندي البعد الاقتصادي وعندي البعد الاجتماعي وعندي البعد العسكري. اتعامل مع البعد العسكري مع الاعداء، لكن اتعامل مع البعد العسكري مع شعبي لازم هنا يبقى ليه اطار. الاطار ايه؟ ان انا ابقى متاكد ان اللي انا بضربهم دول بيخربوا البلد. اتاكدت قبل ما تضرب عشان نبقى واضحين وصراحه ونكلم الناس اللي قاعدين بيتفرجوا على التلفزيون. دلوقتي انا شايف الناس دول بيخربوا ولا انا بتلكك؟ الموضوع ببساطه بكل يعني هجمله في كلمه واحده، اداره الازمه تحتاج الكثير من الخبره والوعي والحرص الشديد على قطره دم المصري. لما وكالات الانباء تتنقل صور المصريات وهم بيعاملوا هذه المعامله، يبقى احنا ما نطلبش من حد بره مصر يعملنا كويس. انا اسف انا اسف صحيح، ما نطلبش من حد بره مصر يعملنا كويس. لو بنتعامل بالطريقه دي جوه بلدنا ومن جيشنا، انا ماليش دعوه هو جيش ولا مش جيش، انا شايف واحد لابس لبس الجيش، اذا كان ده مش جيش اعدموه، مسؤوليه الجيش. اذا كان ده مش جيش اعدموه، لكن اذا كان ده جيش يبقى باختصار لازم التعامل يبقى مختلف عشان خاطر احنا بنوصل لبكره.
اللي حصل ده لازم يبقى فيه محاسبه، ما فيش نقاش. لكن بكره الدنيا هتبقى عامله ازاي؟ يعني انا ببص اللي بيحصل دلوقتي، لكن لازم اشوف اللي فات عشان ما يتكررش. مين يحاسب مين يا شريف؟ بس فاللي انا عايز اوصله سيدي، قلت لكم غطوا جسمها. لا، الناس لازم تعرف ان الجيش ان الجيش عرى بنت النهارده وضربها وسحلها. لازم المصريين كلهم يبقوا عارفين ان النهارده الجيش هتك عرض بنت مصريه، وهتك عرض بنات مصريات امبارح، وقلعوها هدوء وقلعوها. نفس اللي كان بيحصل 25 ثانيه في الشرطه المصريه، في حوار وكمل كلام. اللي غطاها برضو ظابط، يعني اللي جراها ظابط واللي غطاها ظابط. خلينا نقول حاجه، احنا مركب بغض النظر عن اي حاجه. انا نفسي اللي بيبرر اطلاقا، اللي بيقتلني بالرصاص مش معايا بنفس الكلام، ليس له اي تبرير. اللي بيقتلني برصاصه وبيضربني برجله هو مش معايا. خليني اقول حاجه دلوقتي، احنا يعني خلينا نقول ايه ده ده لا كرامه يعني. بوضوح وبصراحه، كلنا عايشين جوه الحدود السياسيه المصريه، شعب وجيش، فلازم نبقى معترفين بالحقيقه. ليه يا جماعه؟ ليه كده؟